وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية. دكتور تمارا، كيف تقيمين الوضع خصوصا بعد تنفيذ حركة حماس ما اتفق مع مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. يعني ما يحدث الآن على أرض الواقع تحدي وتعنت من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق أي تحقيق مستقبلي لترسيخ هذه الصفقة. يعني حركة حماس بالإضافة إلى ما قدمته بشراكة مع حركة الجهاد الإسلامي ورقة تم تقديمها للولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون هناك وضع الخطوط العريضة فيما يتعلق الوصول إلى النقطة فيما يتعلق وهي ترسيخ الصفقة. لكن مستشار الأمن القومي سوليفان أشار أن سوف يكون هناك زيارات لمنطقة الشرق الأوسط للضغط على الوسطاء، وهذا إشارة أن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الرد النهائي على ورقة حركة حماس، رغم أن حركة حماس أشارت أنها تشبه هذه الورقة خارطة الطريق بالنسبة لخارطة التي أشار إليها وصرح عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن. واضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد ولا لا تقبل، هي لم ترد بالقبول أو الرفض. هي أشارت كما تصريحات وزير خارجية أنتون بلينكن أن هناك نقاط مرفوضة ونقاط مقبولة، لكن فيما يتعلق الإسرائيليون حتى يضع الكرة دائما في ملعب حركة حماس لم يردوا على سياقات هذه الورقة. ولكن الترجمة الفعلية الميدانية باستمرارية العدوان على أرض قطاع غزة هي ترجمة وكأن هناك رفض لما أشارت إليه حركة حماس بالإضافة المقاومة الفلسطينية. هذا يعني نحن أمام معضلة كسب الوقت واستثمار الوقت حتى تصل هذه المرحلة من مرحلة إلى وضع الطبيعة الحالي إلى مرحلة الاستنزاف، حتى يتم بالفعل الضغط على حركة حماس أن تتنازل عن شروطها أو ورقتها التي قدمتها التي لا تقبلها إسرائيل أمام الإعلام. هي لن تشير هذا صراحة، ولكن لن تقبل بعملية انسحاب جيش الاحتلال من كل مناطق قطاع غزة، بالتحديد في المناطق التي سيطر عليها كقواعد عسكرية مثل ممر نتساريم بالإضافة إلى ممر فيلادلفيا. لكن الواقع الإسرائيلي بترجمته فعليا ميدانيا اليوم قام بعملية قصف عدد كبير من المنازل المحيطة بممر نتساريم. هذا يعني يريد أن يوسع شارع نتساريم الذي سوف يتلاصق أو يقارب منطقة البحر. دكتور تمارا، على الجانب الآخر أريد أن أسأل سيادتك عن ما ذكره هنية في كلمته المسجلة حول أن إسرائيل طرحت أفكارا تهدف لاستئناف حرب إبادة جماعية بعد تبادل الأسرى، كيف تقرأين ذلك؟ طبعا الهدف الأساسي من خارطة الطريق أو حتى على مستوى مقترح الإسرائيلي، المقترح الإسرائيلي معني تماما بإخراج الرهائن، لكن غير معني بوضع ضمانة مكتوبة لوقف إطلاق النار. هم يريدون وقف إطلاق النار بشكل مؤقت لصالح طرفين، الصالح الأول لشخص بايدن فيما يتعلق الورقة الانتخابية والمعركة الانتخابية الحالية، أصبحت معركة بالفعل صاخبة بين وحامية بين طرفين بايدن وترامب. فيما يتعلق البعد الإسرائيلي، نتنياهو معني صحيح بفترة مؤقتة، ولكن تخرج الرهائن من أجل تخفيف وطأة الضغط الداخل الإسرائيلي من أهالي المحتجزين بالإضافة إلى المعارضة الإسرائيلية، لكن غير معني بوقف إطلاق النار حتى يرضي اليمين المتطرف المتمثل ببن كفير وسموتريتش. فبالتالي لا أعتقد سوف يكون هناك مستقبلا رسم سيناريو وهو وقف إطلاق النار بشكل نهائي. هي عملية ما يحدث الآن على أرض قطاع غزة هو إدارة وقف الحرب. أمريكا تتعامل مع نظرية جديدة وهي إدارة وقف الحرب، بمعنى لا وقف للحرب ولا يوجد هناك سلام، بمعنى نظرية الاستنزاف، لا اقتتال، لا سلم، لا توقف للحرب، بمعنى تبقى بين الفينة الأخرى، تارة هدوء، تارة اقتتال، تارة حرب، تارة عمليات محددة، تارة عمليات جراحية موضوعية لقتل كوادر المقاومة. الآن سوف تستخدم إسرائيل القاعدة الجديدة وهي تجميع التي تستخدمها قديما حديثا، التي تعتمد عليها الآن ليست الصواريخ وليست هي القصف الجوي أو التجميع، تعتمد الآن على المعلومات الأمنية من خلال سواء كان اعترافات عدد من المعتقلين أو خلال الأمن السيبراني أو عملية التجسس التي يستخدمونها الآن في قطاع غزة. فبالتالي يستخدمونها الآن عمليات الأمنية لعملية تعزيز العمليات الأكثر يعني ضغطا على تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، والتي تستخدمها اليوم في المنطقة الشمالية المتمثلة بحزب الله. لذلك الآن يستخدمون هذه الطريقة حتى يقضي على المقاومة المسلحة بشكل تدريجي
كون أن الخيار العسكري أثبت فشله، لم يقضي على الأنفاق أو الصواريخ أو اتباعه أدوات الحصار أو التجويع، لم تنجح حتى هذه اللحظة. نعم. كما أشار إليه بعض قيادات العسكرية، أشاروا أن المرحلة با لم تحقق إنجازاتها المتمثلة بإخراج الرهائن والقضاء على حركة حماس. سوف يلجؤون إلى المرحلة الثالثة التي وضعوها في بادئ المعركة، مرحلة ألف باء وجيم، سوف يدخلون مرحلة جيم. نعم. وهي هذا يشارة أن الحرب سوف تستمر. جزيل الشكر الدكتورة تمرة حداد الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا على الهواء مباشرة من رام الله.